السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. انت فاهم يا مان، كان في مشكلة من فترة كده مع أحد الموظفين بتوع الكهرباء. سمعنا فاهمة؟ أي مشكلة مع أحد موظفي الكهرباء؟ تصدق قدر المستطاع رد شركة الكهرباء قيمة الاستهلاك على وجه التقريب. تصدق قدر استطاعتك، وهذه الصدقة ترجع لشركة الكهرباء إن استطعت. ما استطعت صدق صدقة عامة. وفقك الله وإياكم.